سلم 20 شخصا من ملاك منطقة شق الثعبان الصناعية عقودهم النهائية الموثقة بعد تقنين أوضاعهم بشكل رسمي. يأتي ذلك في ظل توجيهات الرئيس السيسي بسرعة تقنين أوضاع ملاك وأصحاب الورش والمصانع بهذه المنطقة بهدف إدخالهم في منظومة الاقتصاد الرسمي. من جهته قال محافظ القاهرة خالد عبد العال إن المحافظة تسعى جاهدة لتطوير منطقة شق الثعبان لصناعة الرخام وجعلها من بين أفضل مناطق صناعته عالميا، مضيفا أن المحافظة قامت بفحص 1200 طلب من المستثمرين لتقنين أوضاعهم في المنطقة. اليوم نجاح كبير بالنسبة لمنطقة شق الثعبان اللي هي طال يعني انتظار المستثمرين في تقنين أوضاعهم منذ سنوات طويلة. المحافظة طبعا بالاشتراك مع جميع أجهزة الدولة كان هناك توجيه لفخامة السيد رئيس الجمهورية فتح السيسي بتطوير منطقة شق الثعبان لتصبح منطقة عالمية لصناعة الرخام والجرانيت. ومن هنا بدأت كل أجهزة الدولة ومحافظة القاهرة تحديدا في اتخاذ هذه الإجراءات. تم طبعا يعني تلقي الطلبات من المستثمرين الجادين في تقنين أوضاعهم في منطقة شق الثعبان والتي بلغت 1927 طلب. طبعا منهم من تقدم واستمر في تقنين أوضاعه. تم طبعا توقيع بروتوكول مع البنك الأهلي المصري لدعم هؤلاء المستثمرين في سداد المستحقات المالية على يعني خلال يعني المدة التي حددها البنك الأهلي لهم. النهاردة يعني الحمد لله يعني أتى هذا المجهود بنجاحه، إنجاز عظيم ورائع انتظرناه طويلا أكثر من 20 عاما، والحمد لله ربنا كل المجهود مجهودنا بالنجاح، والحمد لله النهاردة حلم على أرض الواقع بيتحقق بتسليم عقود المشهرة في الشارع العقاري للمستثمرين رجال الصناعة الوطنية في المنطقة الصناعية بشق الثعبان. وده لم يتحقق من فراغ ولكنه من تكاتف جميع الأيدي، بداية من المستثمرين اللي ابتدوا حياتهم من البداية من 40 و50 سنة في المنطقة وطوروها بنفسهم بمجهودات ذاتية، وقدرنا ان احنا نجمع بعضينا ونبقى مجمع صناعي لصناعة واحدة في منطقة واحدة بهذا الحجم وبهذه الكيفية وبصناعة حرفية جدا جدا. والحمد لله على مدار السنوات دي قدرنا ان احنا نحقق مركز متقدم على مستوى العالم.